مش هلا يعني كل دقيقتين ثلاثة. فنحن هون في عنا الانفايرمنت تبع الماتلاب. في داخل الانفايرمنت تبع الماتلاب زي ما رح نشوف الان في عنا سيميلينك موديل. السيميلينك موديل بنتهي .slx اوكي .slx. فالفايل اللي بنتهي ب slx هو سيميلينك موديل. الفايل اللي بنتهي ب .m هو سكريبت فايل. والسكريبت فايل هو تكست فايل. بس هذا التكست مكتوب حسب القوانين تبعت ماتلاب، حسب السينتاكس تبع ماتلاب، بحيث انه هذا الفايل اقدر اعمل له اكسكيوشن او انتربريتيشن اوكي. فلما اعمل رن لهذا الفايل الماتلاب بيقرا هذا الفايل وبيعمل اشياء معينه اللي موجوده في الانستركشنز. في حين هذا سيميلينك موديل ماتش مور كومبليكيتد اوكي، اعقد بكثير. لكن انا ممكن هذول يكون في لينك بينهم، يعني البارامترز اللي موجوده في السيميلينك فايل انا ممكن اعملها سيتنج واعطيها قيمها عن طريق سكريبت فايل. فالهدف من السكريبت فايل هون انه انا بخزن فيه البارامترز اللي بدي استعملهم في هذا الموديل. واضحه النقطه هاي؟ يمكن يكون عندي 20 30 بارامتر. هاي مهمه لكم في المستقبل، لو انت باني موديل معقد هون مش معقول كل مره انت بدك تدخل وتغير هدول البارامترز مانيولي اوكي. فبتجهز البارامترز تبعتك هون. حتى انت كمان ممكن بدك تجرب بارامترز كثيره وسيناريوز كثيره، فبتجهزهم بهذا الفايل. بتصير حتى بامكانك انت تجهز البارامترز الجديده، تنادي الفايل من هون تشغله يطلع الريزلت، تاخذ الريزلت ترد تعمل رانينج مره ثانيه. تمام؟ فعندنا هذول مهم نميز بين سكريبت فايل اللي هو تكست وهذا الموديل اللي هو فيه بلوكس. هلا الانستركشنز اللي موجوده هون بتفرجيني كيف انا راح استطيع الفايل اللي موجود هون اجهزه، كيف ادخل على السيميلينج واعمل امبورت لهذول البارامترز الى داخل هذا الفايل. تمام؟ فراح نطلع الان نطلع على السيميلينج موديل نفسه. قبل ما يفتح معنا الموديل، هاي الموديل كامل، الموديل اللي موجود بسيميلينك فايل. هلا كل واحد من هذول المستطيلات هو بلوك او سب سيستم. زي ما بتتذكروا حكينا امبارح ان هي السيت بوينت بالفارنهايت، هاي بتشبه الثيرموستات اللي انا بعمل له سيتنج، او من هناك يعني بعمل سيتنج لدرجه الحراره المطلوبه. فهذه ديزاين سيت بسموها سيت، في ناس بسميها ريفرنس بوينت، وفي ناس واحيانا بنسميها ديزايرد. ديزايرد انا حابب انه درجه الحراره في هذا المنزل تكون 70، بحولها من فارنهايت ل 2 سي. هلا اذا كبسنا يعني اذا عملت دبل كليك عليها بشوف الفورمولا. هلا بنشوف، بقدرش هون هاي لانها صوره، هذه سكرين شوت. عندي هون الكومباراتور، الكومباراتور اللي بيطلع لي الايرور. ليش استعملنا تي كابيتال تي اي دبل ار؟ الحراره الايرور في الحراره، الايرور في التمبرتشر تي ايرور. فالايرور هو الفرق. طبعا هذا ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب. اذا كان موجب معناها درجه الحراره اللي انا بدي اياها اعلى من درجه الحراره الفعليه. ممكن يكون سالب، وهذول مهمين الاشاره السالبه والموجب، لانه في اكشن مختلفه راح اخذها. اذا انا كانت هاي اعلى من هاي معناها بدي ادفي، مش هيك؟ اذا كانت هاي اقل من هاي بقدرش ابرد هون، بس بطفي الهيتر على الاقل. تمام؟ اخذنا هي هذول طرحناهم من بعض. هي عندي الثيرموستات، الثيرموستات راح يحول الايرور هذا اللي موجود هون، راح يطلع سي ام دي معناها كوماند، كوماند يعني انستركشن للهيتر، والهيتر والانستركشن هذا راح يكون اون اوف. يعني بس يا بشغل الهيتر يا بطفيها من هذا البلوك اللي موجود هون. كمان في عندي التي روم، الخط يمكن هذا مش مبين عندكم، في خط هيك لازم يجي. هلا بنشوفه في الموديل اكثر. انا بعرف درجه حراره الغرفه وبعرف انه بدي اشغل الهيتر او اطفيها. هون الهيتر بتشتغل فبتطلع عدد الجولز بير سكند، اه بتشتغل وات جولز بير سكند. هدول بس هو اون اوف ولا اون اوف؟ الهيتر اون اوف، مش بروبورشنال. مش بروبورشنال، ممكن تعمله انت بروبورشنال، ممكن تحوله بي اي دي اذا بدك. هون فيش حاجه لبي اي دي، بس ممكن تعمله بروبورشنال. شو يعني بروبورشنال؟ بتصير الهيتر لما تشتغل تحسها شدت كثير
او خففت كثير. حسب انت قريب من الست بوينت او مو 100%، لما تقرب على الست بوينت بتلاقيها خففت كثير، هذا صارت خفيفه جدا، اقتربت من الهاي. طبعا هاي مور افيشنت اوكي، وبتعطيني ماتش مور ستيبل، حراره ستيبل. بس في الاجهزه البسيطه بنعمله اون اوف. ايش في مثال على اون اوف سيستم عندنا في البيوت؟ بسيط جدا، العوامه. عوامه البيت، العوامه عاده بتكون يا فولي اون يا فولي اوف. العوامه ما بتصير تنزل مي اكثر او اقل، لانه هو سيستم بسيط. المضخه اللي موجوده في البيت اللي بتضخ المي هي اون اوف، مزبوط. هل بتغير سرعتها؟ لكن في السيستمز المتقدمه بنصير احنا نغير سرعه البامب، بنصير نغير سرعه الفان، تمام؟ زي ما بنعمل يكون عندي انفرتر في الكونديشن، في الانفرتر كونديشن بصير اغير سرعه المحرك بالانفرتر. نعم دكتور، حتى لو كانت مثلا بروبورشنال حيكون في مشاكل زي حتكون مثلا عندك اوفر شوت او مثلا. تمام مظبوط، في هذا البيت هون هاي مشاكل بسيطه. وين بتصير مشكله الاوفر شوت؟ اذا عندك انت مثلا عمليه كيماويه معقده او حساسه، وانت بدك درجه الحراره مثلا توصل 85 درجه مئويه عشان يصير التفاعل، عم بالو بصير عندك اوفر شوت هائل لسبب معين بالسيستم، ودرجه الحراره بتوصل 95 وبترد بتنزل وبتعمل سيتلينج. الفتره اللي راحت فيها على 95 خربت الخلطه اللي عندي، اوكي؟ هون مشكله عندي الاوفر شوت. او اذا عندي سيستم ميكانيكي والسيستم الميكانيكي عماله بحرك منصه من مكان لمكان، وهذا هو لما بروح من مكان لمكان بدي اياه يروح باسرع ما قوه، اسرع اكبر سرعه من درجه 5 درجات مثلا ايست ل 20 درجه ويست. بس مشكلته لانه بروح بسرعه، لما يوصل هون بده يوقف، لما يجي يوقف ما بلحق يوقف، بيعمل اوفر شوت وبرجع. هلا هاي ممكن تكون مشكله، فممكن انا ما بدي هذا الاوفر شوت، بخفف الاوفر شوت. انت بدك تقرر حسب طبيعه السيستم، هل الاوفر شوت مشكله؟ هل ستيدي ستيت ايرور مشكله؟ اوكي؟ وعلى اساسه تقرر شو الكنترولر المناسب. احنا بحالتنا هون لو درجه الحراره طلعت شوي عن 21 او 22 وصارت 23 لفتره ونزلت، او اذا عندي ستيدي ستيت ايرور درجه الحراره مش كارثه كثير، مش هيك؟ هذا مش سيستم حساس كثير، بس السيستمز الحساسه جدا زي هيك بتحط فيها مثلا بي اي دي كنترولر. بي اختصار ل بروبورشنال اي دي ديريفيتيف، تمام. والاي عشان اتخلص من الستيدي ستيت ايرور، الدي عشان اخفف من الاوفر شوت. اوكي؟ بهذا السيستم احنا عندنا ابسط انواع السيستمز بنسميه اون اوف كنترولر، اللي هو احيانا بسموه بالكنترول بانج بانج. دكتور، ولا بياخذ التمبلتشر بتاعت الروم بيطرحها من التمبلتشر؟ هون بهاي الحاله هو مهتم يعرف درجه حراره وهذا بنفهمه اكثر لما ندخل على هذا البلوك كمان شوي، نفهم كيف هو بناها. هذه فكرتها رائعه جدا، هذه هون هو ما طلب منك، ما احتجت انت انك تبرمج، ما احتجت انك تبرمج بشكل تفصيلي، انت استخدمت البلوك دايجرامز، والبلوك دايجرامز حطيت الاشياء اللي بدك اياها. هون حطينا ايكويشن بسيطه، تمام؟ الايكويشن البسيطه بالحاله هاي على فكره عارفين شو هي؟ باخذ البارامتر اللي هون بطرح منه 32 وبضربه ب 5 على 9. هون شو بعمل؟ بضربه في 9 على 5 وبجمع 32. معادله بسيطه هلا بتشوفوها، بس نعمل دبل كليك عليها. فطريقه بسيطه للبرمجه والموديلنج، بدل ما انا اكتب برنامج. وبعدين مش هاي اوضح واسهل للفهم؟ حتى شوف هون ايش راح احط صوره بيت عليها، بعد ما عمل البلوك ولهذا جاب رسمه بسيطه واخذها وحطها هون. هلا هذا البيت بس رسمه عشان انت تفهم اكثر شو اللي موجود هون في هاي، في هذا البلوك. هون مثلا هلا رح نحكي هاي شو الهدف منها، رح احكي اكثر هلا هاي شو الهدف منها، ما حكينا عنها امبارح كثير، هلا رح احكي عنها بشكل تفصيلي اكثر. اذا احنا هون اخذنا هون الثيرموستات، واظن انه هون الموجود موجود الهستريسز اللي حكينا عنه امبارح. مين اللي حكى لي الهستريسز؟ ذكر الهستريسز امبارح، تمام؟ اظنه موجود برمج داخل هاي. هلا بنشوف عندي اون اوف هيتر. الهيتر هون طبعا بيكون محطوط فيها كم كيلو واط فيها او كم واط فيها. فاذا كانت 2000 واط بيكون هذا محطوط هون. يعني مش معقول مثلا منزل زي هيك اروح اجيب له مثلا هيتر تكون 20 كيلو واط او 30 كيلو واط. 20 كيلو واط 30 كيلو واط بروح بحطها في مصنع، في مصنع ضخم طوله وعرضه وارتفاعه مثلا 50 متر في 60 متر في 30 متر ارتفاع مثلا. هيتر زي هاي رح تكون 2 كيلو واط 3 كيلو واط ماكسيموم. هون عندي هلا هون هذا الموديل تبع المنزل، متذكرين امبارح حكينا انا لما بسخن في المنزل شو بسخن؟ اذا بدي الفوليوم، مش هيك؟ بدي اعرف الفوليوم، بدي اعرف الهيت كاباسيتي تبعت الهواء. حتى اسخن كيلو جرام واحد من الهواء درجه مئويه واحده لازم اعرف كم جول بدي، مزبوط؟ المواد مختلفه حسب هذا بنسميه سبيسيفيك هيت، فلازم اعرف حتى ارفع درجه حراره الهواء هذا الموجود في المنزل، اللي انا عارف الفوليوم تبعه وعارف كثافته، قديش كثافته؟
الهواء متذكرين ذكرناها في الويند تيربانز. ليش كانت رول الهواء؟ 1.28 أحسن. بهمني أعرف الدنسيتي حتى أحول من فوليوم لإيش؟ لمس. بحول من فوليوم لمس، بعرف كتلة الهواء اللي موجودة، بعرف كل كيلوغرام من هذا الهواء قديش بده حرارة حتى يرفع درجة حرارته درجة مئوية واحدة، فبقدر أحسب من هون، وبعدين كمان بعرف قديش درجة الحرارة الخارجية. مش مهم أعرف درجة الحرارة الخارجية والداخلية، بعرف درجة الحرارة في الداخل وفي الخارج حتى أقدر أعرف كيف أنا رفعت درجة حرارة هذا المنزل، بيعتمد على عوامل كثيرة. درجة الحرارة الخارجية والداخلية وقديش في هواء في داخل هذا المنزل. صار عندي هلا درجة حرارة للمنزل. اوكي هي وهذا الفاليو هذا شو بعمل فيه؟ هذا اللي بعطيه الايرور. هذا اللي باخده بطرحه حتى اطلع الايرور، لأنه هذا هو الاكتشوال. هذا ثيتا ان اذا بتكسر. وعندي ثيتا اوت مش هيك؟ هي او تي هو مسميها تي، ثيتا اوت وثيتا ان. وفي عندي هون ثيتا ديزاير او ريفرنس، فانا طرحت ثيتا ريفرنس ناقص، فصار عندي هون ثيتا ريفرنس ماينس ثيتا، وهذا اعطاني ثيتا او تي مسمينا تي. اوكي هاي الايرور صار عندي، والايرور له اشاره، إشارة مهمة ما بصير إني أعملها، لأن إشارة بتقول لي أنا لازم أسخن ولا أبرد. أخذتها من هون رديت حولتها لفارنهايت، وفارنهايت خلاص بطلعها. هذا إيش اسمه؟ هذا موكس. هذا مالتيبلكسر أو هون هو بس كومباينر. هذا هون باخذ هدول التو بارامترز، هدول مش رقمين خطين دمجناهم بخط واحد. كيف يعني دمجناهم بخط واحد؟ ما جمعناهم. هذا كأنه خط فيه two signals. التو signals اللي ماخذهم من هون بعرضهم على الأوسيلوسكوب. فبالسيميلينك أنا ممكن يكون عندي خط، بس هذا الخط كأنه إذا بدك تعمل تحط عليه شو يعني هذول الشحطتين؟ two signals combined في بس. البس يعني كأنه خط بس فيه بداخله أكثر من signal. عشان أسهل أمور الرسم هم دخلوا two signals من هون مشوا هون. تمام. هذا الاوسيلوسكوب very flexible. بدك تشتري اوسيلوسكوب حقيقي ب 4 channels او 5 channels رح يكون مكلف جدا. الاوسيلوسكوب الحقيقي ب 2 channels او 3 channels او 4 channels. ميزة السيميلينك بعطيك اوسيلوسكوب تقدر تحط الوان channels، تقدر تحط الخطوط، سماكة كل خط، تقدر تعرض الخطوط. هلا هذول رح يدخلوا على نفس channel، رح ينعرضوا على نفس الهاي. لما تروح على الاوسيلوسكوب هلا كمان شوي بنشوفه، لما تروح على الاوسيلوسكوب رح تلاقي كانه هذا الاوسيلوسكوب له شاشتين. هذه اللي فوق شاشه، طبعا شو هذا اللي تحت دائما الاكسس اللي هون ايش؟ زمن مش هيك؟ هذا زمن. هذا البارامتر اللي هون رح يظهر هون هذا البارامتر، بس هذا البارامتر هو مش سيجنال واحده، كم سيجنال؟ فرح يظهر عندك تو سيجنالز. فهون لما تيجي تطلع على هذا الشانل راح يظهر عندك مثلا سيجنال باللون الازرق، وسوبر امبوزد راح يبين عندك سيجنال باللون الاحمر. فهذا هون الشانل الثاني صفى وان سكرين في عليها تو سيجنالز، في حين هذاك اللي فوق اللي هون راح يعطيني بس وان سيجنال، لانه هاي اصلها وان سيجنال، بس هاي اتس ا بس والبس عليه تو سيجنالز كومبايند من هون. شو راح يظهر لي عليه؟ اندور واوت دور. شو يعني اندور واوت دور؟ درجة حرارة داخلية، درجة حرارة خارجية، وهذا مناسب اني احطهم على نفس الشانل. ليش؟ بهمني اقارن درجة الحرارة الداخلية بدرجة الحرارة الخارجية، بهمني اشوف انا درجة حرارة برا 8، درجة حرارة في داخل المنزل 20، إذا كانوا بنحكي سلسيوس مثلا، درجة الحرارة مثلا الداخلية 10 ودرجة الحرارة الخارجية 12، رح تطفي الهيتر، مفروض تطفي الهيتر مش هيك؟ في شيء غلط إذا اشتغلت الهيتر وأنا درجة الحرارة في الخارج مثلا 10 وفي الداخل مثلا 12 فرضا. أيوه تفضل. دكتور يكون في سنسور بالبيت اللي هو تبع الحرارة اللي هي درجة الحرارة منها بتفصل أوتوماتيك؟ مش
ساعات مزبوط سؤالك بس يكون في سنسور بالبيت. طبعا طبعا بده يكون في سنسور بالبيت. وين بحطه؟ هل بتحطه جنب الهيتر نفسها؟ لا غلط تحطه جنب الهيتر. واضحه هاي النقطه؟ هل بحطه بمكان عجيب بعيد جدا عمره ما راح يدفى؟ يعني مثلا هون احنا قاعه مثلا احنا قاعه هون مثلا عندي هيترز مثلا في هاي الحاله هون او هناك ريدياترات مثلا بدي احطه في مكان ما يكون قريب كثير بس يكون منطقي يعني ممكن اجي احطه هون مثلا او اجي احطه هون على هذا العمود مثلا احطه هون اوكي بدك تحطه بعنايه وبذكاء ما يكون قريب جدا اذا قريب جدا راح يضل يفصل لانه يعني بحس انه المنطقه حامي جدا بس بقيت الغرفه بارده تمام فبكون عندي سنسر سنسر بدي احطه في مكان مناسب نفس الشيء اذا عندك تانك مي وعم بتسخن تانك المي وعندك الهيتر موجوده هون تانك سمك حوض سمك مثلا وعندك هيتر وين بدك تحط السنسر بدك تحط السنسر في مكان ذكي بحيث يكون قريب من الهاي يعني ما اروح احطه مثلا تحته تمام او احطه مكان منخفض هون بدي احطه في مكان مثلا فوق شوي او احطه على الجهه الثانيه احطه في مكان بحيث انه ياخذ بشكل منطقي درجه حراره المي هذه بشكل عام رغم انه درجه هذه المي صعب انها تكون كلها نفس درجه الحراره حتى بهاي الغرفة الآن أكيد إنه في مناطق هون مرتفعة هناك بعيدة درجة حرارتها أقل من هون درجة حرارة هاي المنطقة هون مثلاً راح تكون مختلفة عن درجة حرارة الأخرى في الآن تمام في أسئلة أظن هيك شرحنا خلينا نشرح على هذا الجزء هلا أنا لازم أحد الأشياء اللي لازم تعملوها وعلى فكرة الأرقام اللي في الأسايمنت ما تأخذوها راح أعطي لكل واحد أرقام مختلفة راح أعطي كل واحد أرقام هو يشتغل عليها إذا هون درجة الحرارة الخارجية مهمة ولما تعملوا الأسايمنت تبعتكم بدك تميز أنا بالشتاء قديش درجة الحرارة الأبرج في هاي المدينة في شهر 6 قديش درجة الحرارة اللي موجودة في الصيف مثلاً on average مثلاً شو الأشهر اللي أخذها شو وين أرجع لوين أرجع حتى أجيب درجات الحرارة هاي تمام حتى يكون السيميليشن تبعي منطقي أنت بدك تطلع برقم سنوي حتى تطلع برقم سنوي هلا لو بدك أنت تروح للإكستريم شو بتعمل لو بدك تعطينا رقم دقيق 100% للسنة شو بتعمل؟ كم سيميليشن بتعمل؟ 365 كثير اعمل 365 كثير اذا بدي اذا عندي البروسيسنج باور وعندي هذا ممكن اعمل 365 سيميليشن احنا بحالتنا اتس تو ماتش ممكن اعمل احنا راح نعمل 4 ايام في السنة راح اخذ الاكوينوكس عارفين شو الاكوينوكس اللي هو الربيع والخريف الاعتدال 21/3 و21/9 راح اخذ مثلا اقصر يوم بالسنه اللي هو 21/12 واطول يوم بالسنه اللي هو 21/6 هذا اجتهاد من عندي مش شرط انه يكون صحيح تمام هذول بيمثلوا اربع ايام يعني بيمثلوا اشياء واخذهم الاربعه هذول اعيد السيميليشن اربع مرات للاربع ايام هذول فبدي اجي اشوف شو درجه الحراره معدل درجه الحراره في عمان مثلا عبر السنين مثلا اللي يكون في رقم يجي يقول لي مثلا في 21/6 درجه الحراره في عمان شو بتتوقع يكون مثلا يمكن يكون 30 مثلا 32 مثلا 33 بس هذا ايمتى 33 32 بالقوة القصوى يعني القصوى وبدي الاقي الدنيا او اللي بعمله باخذ القصوى والدنيا وباخذ الافرج تبعهم وهي اللي بحطها بعدين شوفوا شو عملنا هون شو هاد لاحظوا هذا انا اضفته لهاد ليش ما خليت هذا الرقم زي ما هو ممكن يزيد او يقل خلال النهار طبعا رح يتغير خلال النهار فحتى انا امثل هذا التغير اللي بصير خلال النهار شو عملت؟ رحت عملت عليه فاريشن لمده 24 ساعه فغيرته خلال 24 ساعه رفعت القيمه ونزلتها فانا اقتراحي شو تعملوا؟ خذ الافرج تبع الرقم العلوي والرقم يعني مش احنا بنقول مثلا 32/18 فرضا بشهر 6 32/18 باخذ الافرج تبع 32/18 بطلع 25 بحط هون 25 طبعا انا بحكي سلسيوس هذا فهرنهايت بدك تحطوه هون فهرنهايت بعدين باجي بقول هذا في تغير من ال 25 7 حتى يوصل 32 مش هيك وناقص 7 حتى يوصل 18 فهاي بتمثل التغير اليومي لانه انا راح اعمل سيميليشن لمده 24 ساعه او 48 ساعه في شغله مهمه راح تشوفوها الان لما نروح نفتح الانترفيس السيميليشن ما بحط لك ارقام فوق لكنه ما بحط يونت يعني لما يقول لك اعمل رن لمده 5 ما بقول لك هم 5 سكند ولا 5 مينت ولا 5 اورز ولا 5 دايز مين اللي بقرر انت بتقرر شو اليونت تبعت السيميليشن احنا في حالتنا هاي ما بقدر انا اعمل كل سكند باي سكند راح اقعد قرون وانا اعمل رننج للسيميليشن حولنا اليونتس هون اعتبرناهم اورز
وكل اليونتس اللي موجوده هون مبنيه على اساس اليونتس تكون بير اور. اوكي، فانا بعمل هون سيميليشن لمده 24 ساعه، فالزمن بمر 24 بالحاله هاي معناها 24 ساعه. اخر شيء عندنا هون حتى احسب الكوست، طبعا احنا هون هذا عندي هيت فلو، هذا على فكره باور، والباور هذا ممكن يكون مثلا جولز بير سكند، اللي هي ايش الجولز بير سكند؟ بس انا شو الشركه بتحاسبني على ايش بتحاسبني؟ على انرجي مش هيك؟ كيلو وات اور فرضا. فشو لازم اعمل في الباور حتى احولها لانرجي؟ شو العمليه اللي بعملها حتى احول باور لانرجي؟ بضرب في الزمن، بس الاصح اني اعمل انتجريشن. انتجريشن هو ضرب في الزمن. اوكي، متذكرين انتوا اللي انا بعمل مثلا اف اوكي، مش اخذت انا فانكشن عملت لها انتجريشن، كاني ضربت هون في ايش؟ كاني ضربت في زمن. اه، فيا بضرب في الزمن يا بعمل انتجريشن. هذا واحد على اس هو نوع من الانتجريشن، عم بجمع كل هاي، عم باخذ كل ثانيه او كل ساعه، عم باخذ اللي احنا استهلكناه هون، بعدين بضربه في التكلفه في الكوست اللي موجوده هون، الكوست حتى يطلع لي هذا بالدولار، هاي تطلع بالدولار، بعد 24 ساعه بيطلع معي التكلفه في الدولار وبتبين معي. فتو شانلز رح يطلع معي شانل للتكلفه، قديش صار يكلفني التدفئه خلال 24 ساعه، وهون رح يبين معي درجه الحراره الداخليه ودرجه الحراره الخارجيه. بسم الله.